تقولين ان عازمك على اليخت؟ كنت انت ايش هالكلام هذا؟ لا وخري يا ابو مقداد. حالة جدل كبيرة يثيرها مسلسل من شارع الهرم إلى في الخليج والكويت، والذي يتصدر قوائم المشاهدة ويحافظ على وجوده أيضاً في صدارة الترند بالمنطقة منذ بداية الموسم الرمضاني. العمل يطرح قضايا مختلفة عن عائلة تقودها أم متسلطة لكن حكيمة، تعمل طبيبة تقوم بدورها النجمة هدى حسين، جميع أبنائها أطباء كلاً في تخصصه. استقبلوا الشارع الخليجي بآراء متباينة، لكنه في الكويت تحول لقضية رأي عام وصلت لمجلس النواب الكويتي. الضجة اللي صارت عليه مو على العمل نفسه، على المفردات اللي كانت موجودة. كانت المفترض على أي فنان مشارك في هذا العمل أن المفردات شوي تدخل فيها علشان ما تنقل، لأنك جمهورك راح يلومك، المجتمع راح يلومك على حسب المفردات اللي تقوله، خصوصا إذا كانت جريئة. طبعا هذه الحالات اللي احنا قاعدين نشوفها حالات موجودة في المجتمع، بس مو حلو احنا نركز عليها ونخليها على العموم. العمل وصف بالجريء لكنها جرأة لم يتقبلها البعض، بينما دافع البعض الآخر عنها، معتبرين أنها مرحلة جديدة أكثر انفتاحا للدراما الخليجية لتمكين الفن من مواكبة التحولات المتسارعة التي يعيشها المجتمع. إذا اعتبرنا أن الفن هو ترفيه ومتعة وبعض المعلومة، فهو يعتبر شارع الهرم انترتينمنت، يعني عمل وناسة، يعني تشوفينه للمتعة بغض النظر عن أي شيء. في لا أتفق مع بعض الأفكار ولا أتفق وفي بعض الأخطاء الفنية، بس هو يعني كعمل واصل ترند. أنت متجوز؟ متجوز. 10 دقائق رد. هي نفس ال10 دقائق اللي دائما تستخدمها إذا اشتهيت تروح لها لما رايلها يكون بالخفارة. وزارة الإعلام الكويتية بدورها تفاعلت مع تصاعد الجدل، حيث أكدت أن اللغط المثار حول أحد المسلسلات ليس من إنتاج شركة كويتية ولم يتم تصويره في الكويت، ولم تتم إجازته من قبل الوزارة، مبينة أنه لا سلطة للوزارة بموجب القانون على ما يتم تصويره أو إنتاجه خارج الكويت. بسم الله الرحمن الرحيم، عين الله ترعاكم. أحب أمزج على أشياء ما تخلص مرة واحدة. عيالي تشكون، أحفادي تدلون. برياهيك خاتم إيد أمهم. الصوت اللي جايبانه مليونير. صوتنا البنية اللي دينها سجي. الأمومة مو اللي الناس تشوفها، الأمومة كواليس اللي يشوفونها هذول منك. مالو؟ مال كفار مالها؟ انت قلت لنا احنا متزوجين؟